القضية الأساسية التي استوعبها الجميع اليوم هي أن لا بديل على مؤسسة الحزب. هذا مكتب سياسي ومكتب الفيدرالي ورئاسة المجلس الوطني، سنتداول بكل حرية وبكل روح أخوية في مختلف القضايا المرتبطة بتفاعلات الوضع الداخلي، ولكن الأساسي الهاجس اللي غادي يحكم هذا الاجتماع هو العمل معا بين مختلف قيادات الحزب من أجل استكشاف إمكانية أننا نبرروا معا واحد المقاربة، واحد خارطة الطريق اللي غتقدم أساس لتعاقد جديد، ولكن تعاقد معلن وتعاقد مكتوب مكشوف يتعرف عليه مختلف المناضلين باش نتفقوا عليه وباش نتوحدوا فيه. اللي بغيت نأكد عليه كذلك مسألة أخرى هي أن الحزب كيف ما استطاع أن يقاوم وأن يتصدى بثبات خلال مسيرة 10 سنوات من عمره لمختلف التحديات لمختلف العقبات، كيف ما استطاع يواجه مختلف الضربات لأحيانا مؤامرات التي كانت تحاك وتدبر في السر والعلن من أجل إجهاض هذا الحلم، حلم يعني بناء أداة حزبية عصرية ديمقراطية قادرة على أن تواكب الأوراش والديناميات الإصلاحية اللي مطروحة على أجندة بلدنا. كيفما الحزب استطاع يشتغل بهذا الروح فإنه خلال هذا الاجتماع الحزب سينبعث من جديد، الحزب سيتجاوز هذا الشنآن اللي وقع في الفترة الأخيرة وسيتوحد حول خارطة الطريق اللي هناك مشروع فيها سيعرض على أنظار قيادة الحزب من أجل التداول فيها وإغناءها وتسطير رؤية واضحة اللي غيعرفوها المناضلات والمناضلين. الرسالة اللي بغيت نبلغ المناضلات والمناضلين ولكل الرأي العام الوطني المهتم بهذا الحزب على أن هذا الحزب طالما أنه كيعبر على حاجة موضوعية كاينة في المجتمع فإنه سيستمر، فإنه سيتغلب عن المطبات اللي كتواجهه في الطريق ديالو وسيستأنف الدور ديالو وسيتفرغ لمعالجة والاضطلاع بالمهام اللي مطروحة على جدول أعماله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.